أطلع. أمي بتنسي فيها Ladies and gentlemen, we have Morocco coach Waleed and man of the match, Yassin Bonu. We will begin the press conference with Yassin because he needs to go back. So, Yassin, first of all, congratulations for man of the match and also the victory, reaching the semifinals of the World Cup. Can you please give your expressions about the game today? كلمات باش نوصف هاد اللحظة هادي. بغيت نشكر كاع الدراري على العمل ديالهم، كاع الجروب كامل، الجماهير اللي كيساندونا و هادشي اللي كاين. غادي دابا نرتاحو باش نواجهو داكشي اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. هادشي اللي كاين مقصرين تا وزنا دابا فينا. Question only to Yassin. Question only to Yassin. Okay? Yes. أهل الصلاة وكالة الأنباء القطرية كابتن ياسين، ما هو شعوركم بصناعة التاريخ والذهاب إلى نصف النهائي؟ كما قلت صعيب يعني توصف هذا الشعور. كما قلت لك نبغي نشكر كاع اللاعبين اليوم اللي صراحة يعني داروا واحد الأداء كبير. كان عندنا إصابات، اللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير صراحة، ف صعيب توصف الفرحة. Yes, please. السلام عليكم ياسين. السلام عليكم. سلام سي وليد. سلام. مبروك علينا كاملين. صراحة شرفتونا في هاد لاكوب دي موند. ياسين، أنا بغيت نسولك، أنا باقي ما فقتش من الحلمة، واش أنت فقتي من الحلمة ولا مازال؟ صراحة هادشي اللي شفنا هنا في قطر، برافو ليكم، واش فقتوا من الحلمة ولا مازال ياسين؟ كيما حتى حنا راه بحالكم يعني، بحال هاد اللحظات يعني صعيبة هادي، ولكن كما قال الكوتش ذاك النهار، فحنا جينا يعني جايين باش نبدلوا العقلية، يعني داك العقلية ديال الكومبلكس اللي كان عندنا قبل، وهادي خصنا نحيدوها. لاعب مغربي يقدر يتنافس مع أي واحد في العالم، وكنظن أهم حاجة من غير دومي فينال وداك الشيء، فحنا يعني بدلنا عقلية، والجيل اللي غادي يجي من بعدنا غادي يعرف بأن لاعب مغربي يقدر يدير أي حاجة. There and last question for Yassin there. Assalamu alaikum Yassin. عبد الوريث عنتر من الانبا تي في. ياسين اليوم لعب ضد البرتغال، فيها سميات كبار، رونالدو كاع السميات اللي معروفين، وخرج شي ام في بي. واش تي كونسيون هادشي اللي كدير ياسين كل ماتش؟ هي كتخرج ام في بي لان معايا لاعبين كبار، معايا سايس لاعب كبير، ياميق لاعب كبير، اشرف لاعب كبير، عطي الله مرابط، يعني كاع اللاعبين اللي قدامي لعابه كبار. غير كما يعني كما كتعرف من واحد كيسمع لاعب مغربي كيتصعب ليه، يمكن لاعب مغربي فهو قادر باش يلعب في مستوى كبير وكبير جدا، وهذا الشيء اللي كيخليه يعني لا تألقت انا، حيت الاصدقاء ديالي كانوا في مستوى كبير داروا العمل ديالهم. Last question for Yassin. Yes. أحمد عبد الباسط، صحفي مصري. أنا كلمتي للاثنين، كابتن ياسين وكابتن وليد. أنا ما طلبت الكلمة مش عشان أسأل أنا بس. Only for Yassin. Okay. Yes. No problem. أنا طلبت الكلمة علشان أوجه الشكر ليكو. خلتونا نفخر بيكم ونتفاخر قدام العالم كله، لكن أنا ما عنديش سؤال لأن الأداء واللي أنتوا قدمتوه بيرد على كل أسئلة. شكرا. Thank you, Yassin. You can go now. Bravo, Yassin. Bravo, Yassin. And the